يعني بعض عناصر هذه المبادرة لحل حالة الأزمة؟ يعني هي شوف المبادرة هني قلت لك فيها جانب كبير اللي هي مقترحاتنا راهي ما فمش حاجة جديدة. اليوم كي نقولوا حكومة سياسية هذية تمسكنا بها من وقت اللي حكومة الجملي كنا متمسكين بهذا، رغم انه هو اعلن بعد ذلك على حكومة التكنقراط اللي احنا ما مرتش في البرلمان في ذلك الوقت، وما زلنا متمسكين بها لانه نعتبروا الحكومة السياسية القوية قادرة انه تحل ملفات مهمة وتتحمل مسؤوليتها في ذلك، وخاصة معناها تكون قادرة انه تواجه الأزمة الحالية اللي عاشتها بلادنا. والكلنا شفنا في وقت من الأوقات وزارة الصحة كي كان على رأسها السياسي في فترة الأولى من الجائحة كانت فما معناها انفراج مهم، وصلنا إلى صفر حالة وقت اللي كان فما التزام وكان فما قرارات واضحة، وخاصة كان فما سياسة اتصالية قوية لوزارة الصحة في الفترة هذيك ولوزير الصحة واللي مهم نثمنه، وهذا يأكد أنه قيادات سياسية كي تكون خاصة القيادات السياسية المتقدمة في الأحزاب وقت اللي تكون على رأس وزارات مهمة قادرة أنه تصنع الفرق وقادرة أنه يعني تحقق التواصل الضروري بين الوزارة والحكومة عموما وبين الشعب. المسألة الثانية هي اليوم معناها موضوع هذايا التحوير الوزاري، يعني إذا كان ما كانش فما ربما قبول للحكومة السياسية يتم تفعيل التحوير الوزاري اللي هذايا متوقف، هذايا تفعيله معناها بأداء اليمين الوزراء، فماش تفعيل آخر معناها. طبعا هذايا إذا كان رئيس الجمهورية يقبل به. إيه أنت تعرف موقف رئيس الجمهورية من التحوير. ما هو هذايا هو إذا كان احنا باش نحكيو في حوار ونحكيو على مقترحات باش نقدم مقترحات الكل معناها، ما هو رئيس الجمهورية كذلك يتفاعل معناها، حتى كان هو رافض في وقت من الأوقات وقت اللي يدخل في حوار معين لإيجاد حلول يلزمه يتفاعل مع المقترحات اللي تتقدم. الحديث كذلك اللي احنا سمعناه برشا على تعديل النظام السياسي وعلى تعديل نظام الاقتراع، هذه مسائل اليوم البرلمان قاعد يناقش فيها. اليوم البرلمان قاعد يناقش في خيارات معناها جديدة في علاقة بنظام الاقتراع معناها للانتخابات التشريعية، ويناقش في مقترحات اللي ممكن اللي تخلي الغدوة الأغلبية اللي باش تكون في البرلمان سواء في إطار انتخابات تشريعية في وقتها أو انتخابات تشريعية معناها سابقة لأوانها انتخابات مبكرة، في كل الحالات باش يخلي فما أغلبية واضحة قادرة أنه تشكل حكومة وقادرة أنه تتحمل مسؤوليتها في الحكم. وهذا قبل يعني قبل كل هذا ضروري يكون فما معناها الإجراءات عاجلة لمكافحة الجائحة هذية، وهذية راه ما ينجم يكون إلا بتعاون مهم بين الحكومة بالطبيعة رئيس الحكومة وبين الحكومة ككل. دور رئيس الجمهورية في ذلك راه مهم ومهم جدا، دور البرلمان كيف الجانب التشريعي، وربما بعض القوانين وبعض المبادرات اللي محتاجينها كذلك في علاقة بإجراءات المصاحبة هذية لمكافحة الجائحة. المنظمات الوطنية اللي أنا ديما أقول دورهم مهم سواء اتحاد الأعراف اتحاد الفلاحين اتحاد الشغل، المنظمات الوطنية واللي في جانب كبير منها عدد منهم كانوا مساهمين في الحوار الوطني اللي صار في 2013 اللي مع اللي يحكي فيه رئيس الجمهورية اللي قال مش وطني ومش حوار ومش وطني، ولكن ما نجموش ننكروا اللي الحوار هذاك كان مساهم في حل أزمة سياسية كبيرة عاشتها البلاد في الفترة هذيك، كيف هيئة المحامين كيف رابطة تونسيل دفاع حقوق الإنسان، هذه كلها منظمات نجموا ننقدوها نجموا نختلفوا معها، ولكن كيبدأ عندها دور مهم قامت به البلاد نثمنوه ونقولوا عندها دور ونثمنوا الدور هذايا. وقت اللي يتقدم أي رأي باش ننقدوه وإحنا قدنا كذلك الاتحاد في بعض الفترات في بعض آرائه وفي بعض مقترحاته، وهذايا هو العمل السياسي والتفاعل السياسي اللي ما نجموش نكونوا في خصام مع الجميع، سينو هكاك احنا ما نجموش نقدمه ما نجموش نعملوا حتى شيء.